تفاجأ مواطن سوري يقيم في مقاطعة تيرول بنيزك صغير ضرب شرفة منزله ما أثار دهشته هو وأفراد أسرته. وقال محمد خراد من مدينة دمشق أنه يعتزم ببيعه بعد التشاور والبحث عن خبراء في هذا المجال، لأنه وحسب قوله فإن النيزك من الممكن أن يصل ثمنه لمليون دولار. وأضاف أن النيزك يزن 500 جرام وقد تسبب بعض الأضرار لشرفة منزله. وتوقع محمد أن يجذب اهتمام الباحثين ومحبي علم الفلك لهذه الحادثة النادرة التي أضافت نكهة فلكية جديدة لتجربة حياته في النمسا. من يومين كنت نايم سمعت صوت ضرب عندي بالبلكون، فزيت طلعت لقيت هذا الحجر ضارب بزاوية الباب، يمكن كان لو شوي تاني كان كسر البلور، طبعا مؤثر على المكان. وحابب شارككم هذا الشيء الجديد، إن شاء الله يكون خير. فهل برأيكم سيتمكن محمد من بيع نيزكه الثمين؟ كانت هذه نشرتنا لهذا اليوم، ولا تنسوا تحميل تطبيق إنفوجرات على هواتفكم. كنت معكم أنا بثينة سلام، أمسية سعيدة وإلى اللقاء.